السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ طيبين. اليوم عندنا نهائي نايل تشامبيونز. زين، نايل تشامبيونز راح اكون انا ضد حسن كالعاده باذن الله. ليفربول يفوزون على ريال مدريد. راح نلعب نهائي الابطال قبل اسبوع. الحين باقي اسبوع على نهائي الابطال، ونفس ما عودناكم نتوقع النتيجة من خلال لعبنا مباراة. ها؟ طبعا ليفربول راح يفوز. لا لا لا، شلون ليفربول راح يلعب الريال؟ الريال ابو ابراهيم. ابراهيم يلا. ما نطول عليكم، اشتركوا في القناة وهذا كمل الامور. لايك اوكي. بسم الله. كرة خوف، توقعنا اغلب 3-1. مندي 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 yeah. هبها. يلا ماني، يلا ماني، محقق لها ماني. شلون صار انفراد كذي؟ شال غير. لا ماني، ايش سوي ماني؟ حقق الاماني يا ها شوالا. نايم. لا لا، حلوة حلوة حلوة. خلطة خرط. اسكت اسكت وانت تتكلم الكلمة. لعب. نعم. معلش ابراهيم ريموني ذا بيست بلاير وير. ما ضرب دايرة عشان اصلا جو بي ضربها مطرد. سوي حركة، سمعني صوتك هني، سمعني صوتك تكلم وياك هني. اذا الملك حطك في باله ما عقيل تفوق عليه. خلاص، لا ليفربول غير ليفربول. كريبزي بقول جول 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 جول. لعلي اعلق وصفق. سكتهم، علمهم من يكونون. اذا الريال رجع الكل راح يرجع لمكانه الصحيح. هلا سيدي يهجم. شلون؟ باي شلون طاف؟ صدقني غش، صدقني غش. انزين انزين شباب، الشوط الاول 3-1. يلا ابراهيم اي اي سبورت. مرتين يعني حسن اقوالي بايخه، يعني المفروض ما تدخل. غش. اول ما بدي اللعب سيري خرفه ده. فرصه خطيره هنا. اي احمر، لان قاعد يصير غش. ما اعطى، قاعد يصير غش. لان انا اعرف ايش اتصرف وياه. ما اعطى احمر دخ، عرفت ايش اتصرف وياه انا. فرصه
العرب حرام. شفتون الغش عرب هذه قول كربزي بقول هي قول هي قول هاي خطيرة. ها كريم بنزيما يحطك هنا في باله هنا ارا تاع 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 تركبه. ها شان غش مال فيفا. خلاص خلاص يا ترى حبيبي ما يعطيني فاول يعني فاول ما في فاول. كريم بنزيما بلنتي بلنتي حكم مش حكم غش وش هالظلم؟ اي ظلم ما اعطاني احمر ما اعطى احمر قدر ميليتاو ما اعطى احمر شوف الظلم اللي قاعد يصير علينا شوف شلون سلك شلون الكورة طافت شاتها اصلا ف اول شي دخل قاعد اتكلم هناك يلا غش غش أوه يا رب صدقني غش لبصات لا لا احنا الريال ما ناخر وقت الريال ما ناخر وقت شلون؟ شلون صار كذي؟ ها؟ الله لعب برا فار صار دقيقة شلون؟ مش مش الوقت اللي منك دقيقتين مش زيادة بعد روح زيادة قدام شلون روح زيادة لا تحط روحك يا ريال خراب وقسما بالله حلو ابلع طع اطلع برا اسكت اطلع برا هذا احنا الريال الريال ياخذ ابطال اوروبا اقل جهد ممكن النتيجة 5-4 هي النتيجة الحقيقية اللي راح تكون. ادعم هذا الفيديو بزر اللايك فورا وحالا وانشره لأصدقائك. نعم. السلام عليكم.